شارك رئيس مجلس النواب علي عبد العال في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، والذي عقد على مدار يومين في جنيف برئاسة جابرييلا كويفاس بارون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي. وبدأت فعاليات الاجتماع بمشاركة أعضاء اللجنة الأصليين وكذلك مشاركة ممثل المجموعات الجيوسياسية بالاتحاد بعد دعوتهم لحضور الاجتماع من قبل السيدة رئيسة الاتحاد. ويتضمن جدول أعمال اللجنة عددا من الموضوعات المهمة، منها مناقشة استراتيجية الاتحاد البرلماني الدولي خلال الفترة من 2017 وحتى 2021، إضافة إلى مناقشة بعض التعديلات على النظام الأساسي للاتحاد ولائحته الداخلية.